النهاردة محافظة اسكندرية أصدرت بيان مهم وخصوصا لأهالي منطقة كينج مريوط. إيه اللي هيحصل هناك الفترة اللي جاية وإيه التنبيه اللي كان للأهالي في البيان ده؟ كل ده هنعرفه بعد ما تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل لو حضراتكم مهتمين تعرفوا كل اللي بيحصل في محافظة اسكندرية في وقت حدوثه أول بأول. وياريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود ويلا نبدأ. الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وحي العمرية تاني هيقوموا بتخطيط أرض مرشال واللي موجودة في منطقة كينج مريوط قبلي طريق الكافوري في منطقة برج العرب، ودي كمرحلة أولى وهيتم تخطيط باقي المنطقة بعد كده. التخطيط هيتم مع مراعاة الوضع الحالي على الطبيعة، يعني اللي ليه مباني ومنشآت وليه ملكية قايمة بالفعل في الوضع الحالي هيتم مراعاتها، وهيتم التخطيط بمراعاة المباني اللي موجودة حاليا، يعني مش هتتأثر بالتخطيط ده. لكن علشان يتم الحفاظ على ملكية الدولة ومراعاة واحترام الأشكال القانونية اللي أبرمتها الدولة في وقت سابق مع المالكين هناك، وحفاظا على ملكيات المالكين دول وضمان حقهم في ملكيتهم مع تنفيذ المخطط اللي بيوفر حياة كريمة لكل الساكنين هناك، في أشكال قانونية بتثبت الملكية دي زي العقد المسجل أو المثبت للملكية، الموقع محدد على شبكة الطرق الكينج مريوط والعمرية، إحداثيات للموقع معتمدة من المساحة أو استشاري، رخصة المباني طبعا إن وجدت، وشهادة المشتملات إن وجدت، وأي مستندات رسمية أخرى بتمثل حقهم في الملكية. طلبت النهاردة محافظة اسكندرية من المواطنين التقدم للمركز التكنولوجي بحي العمرية تاني بكل المستندات دي المتوفر منها معاهم علشان تتمكن الدولة من احترام تعاملاتها أثناء تنفيذ المخطط، ووضع الشوارع الجديدة يكون بعيدا عن الملكيات دي علشان ما تتأثرش، وتقديم المستندات دي بيكون في خلال شهر من تاريخه، مع التشديد على ضرورة وأهمية الخطوة دي لأن المحافظة بتعتبر المواطن السكندري شريك معاها في عملية التنمية، واحترام ملكيته وتعاملاته مع الدولة ده من حقوقه. علشان كده احنا كمان حبينا نوصل لحضراتكم المعلومة علشان الوقت ما يضيعش مننا، وحبينا نقول لكم كمان ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية في أرض مرشال التابعة لمنطقة الكينج مريوط بحي العمرية تاني. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا معانا كل ما هو جديد في محافظة اسكندرية في وقت حدوثه وقبل أي حد، ياريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار والمتابعات الجديدة، وياريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم.